السلام عليكم. ايه بقى قصة المتوحش ومين اللي خطفه، او بمعنى اصح مين اللي خلى الكار يخطفه؟ طبعا الحلقة بينت لنا ان في تقريبا 2 مشتبه به، ووضحوا عليهم الصورة وبشكل كبير، وجابوا لنا مواقف بتبين فيهم الشكوك وبشكل كبير، وهو الجد والاب. وطبعا بعدوا كل الشبهات عن الام، وما في ذكر للخال خالص في الاحداث المسلسل غير في موقف واحد فقط، لغير لما كان الجد بيعاير الاب. ماشي، حتة ان هم بيلغوا الشبهات كاملة عن الام، تمام، فالام مش هتبقى هي الخاطفة، والا الموضوع هيبقى غريب بشكل كبير، لان حتى التعامل مع صاحبتها واضح ان هي مش الخاطفة، فخلينا نركنها على جنب تماما. بالنسبة للجد، لما كان بيتكلم مع يعني المربية اللي معاه او ايا كان اللي هي معاه دي في البيت، اللي بتشوف طلباته ودواته او الممرضة اللي معاه، كان بيتكلم معاه وبيقول لها ان علي افتقر كل حاجة وافتقر مين اللي خاطف، واتخض بشكل كبير. وطبعا طول الحلقة بقى علي بيحاول يشوف جده وبيراقب جده، وبيتفاجئ ان هو بينظف وراه، وان هو بيقول له انت ما بقتش لوحدك، انت بقى معاك عيلة ليك وخلاص، وبيشيل الشبهات عن الجد. ولكن رد فعل الجد كان مقلق وبشكل كبير. احنا عرفنا ان الجد ساعتها كان عنده سكتة قلبية، طب هيبقى دوافع الجد ايه؟ لو كان الجد بالفعل ورا الموضوع ده، كان هيبقى ان هو يحاول يبعد يعني جوز بنته عن بنته، لان هو محتقره ومش عايزه معاه. بس لما الموضوع ان هو اتخطف وتاه، لما يعني كان بيحاول يقرص ودنهم ايا كان، ولما تاه يعني جالته يعني زي ما يقولوا نوبة ضمير، وضميره أنبه، بس ده مش سبب مقنع يخلي الجد يعمل. فممكن يكون رد فعل الجد ده ان هو عارف مين اللي وزه، وان هو يكون عارف ان ابنه ورا الموضوع ده، وعلى الاساس ده هو غضب على ابنه وبشكل كبير، وبعد ابنه عن كل حاجة، فمش عايز ان هم يعرفوا ان علي يعرف ان خاله هو اللي ورا الموضوع ده، ولا عايز يعرف بنته تعرف ان اخوها هو اللي ورا الموضوع ده. ممكن يكون ده هو رد فعل الجد عن القلق، ان علي افتقر كل حاجة فقط لغير، يعني هو مش عايز يفضح ابنه، هو اكتفى ان هو حرمه من الميراث وبعده عن كل حاجة موجودة عنه. ده توقع من التوقعات. حاجة تانية هيكون ان هم بس يعني اتخض ان هو ايه افتكر، فانا عايز اعرف مين عشان اطلع عينه زي ما عمل كده مع اللي كان بيضايق عليه. فده بالنسبة للجد. اما بالنسبة للاب، فالبنت الصغيرة قالت للاب على كل حاجة، والاب زي الجد بيحاول يحمي ابنه، فانت عندك ان هو رايح للقار عشان خاطر بيشوفه هو بيعمل ايه. هو ما هو الا اخر المشهد ده كان ما هو الا تمويه من يعني من المخرج او المؤلف، عشان خاطر يلقي الشبهات ناحية الاب، لان الاب خلاص بقى هو رقم واحد، لان علي اصلا ما يعرفش ان في خال، وما يعرفش ان ليه خال نهائي، فطبيعي جدا ما عادش فاضل غير مين، غير الاب اللي هيلقي عليه الشبهات. والحلقة الجاية هيفضل ماشي بقى ان هو ايه بيحاول يواجه الاب، وفي الاخر لما يواجه الاب هيعرف ان اخته الصغيرة هي سمعتهم وشافت الحاجة على رجليه، فقالت له هو الاب رايح من الاخر، اللي هو يقول له يعني في ايه بقى، انت بتعمل ليه كده، انت اللي خطفته ولا ايه، وان الاب بيسعى لنفس اللي علي بيسعى له، وهيبدأوا يتكلموا عن الخال وبشكل كبير. فما هو الا تمويه، ولكن الاب ملوش علاقة بالخطف نهائي تماما. يعني انا كنت في الاول حط ناحية الشبهات، بس ما لقيتش ان الموضوع هيبقى منطقي وبشكل كبير، وهو يعني الخال هو رقم واحد، لان هو منبوذ، وفي نفس الوقت الخال عنده كل الدوافع، الاب ما عندوش اي دوافع غير اي يعني الدافع اللي هيكون عنده ان هو يخليه يخطف ابنه، في الاخر ابنه يتوه وما يلاقوهوش ايا كان، بس الدوافع الاكبر عند الخال، لان الخال منبوذ، والخال خلوا الاب هو اللي ماسك كل حاجه، فالخال عنده حقد للاب، وعنده حقد للام، وعنده حقد للجد، فعنده كل الاسباب اللي تخليه يحرق قلبهم على ابنهم، فهو الخال هو رقم واحد. بس فيما دون ذلك فالقصه يعني نوعا ما بيحشوها لك بقى دراما كويسة. طبعا يعني في الاخر خالص يعني اتمنى ان القابلز ما تتوزعش بالطريقة المعتادة، رؤية مع علي طبعا، ألاز مع اختهم اليوم التانية، واخته مع جسور، يعني هيبقى الموضوع درامي بحت قوي، ان الموضوع فابريك كده وبشكل متوقع وبشكل كبير يعني. بس لو مشينا على التوقع ان دي الحاجة المتوقعة هي اللي تحصل، هتبقى اهون من ان هو يخلوا الخاطف حد تاني، يعني الخاطف مفاجأة اللي هو الخال، ولو مشيت للباقي عادي انا ما عنديش اي مانع، حاجة متوقعة تمام يعني، خصوصا ان الاخ هيبقى عنده يعني حقد كبير جدا عشان هو بيحب رؤية، يعني الموضوع كده. فانا بس انا عندي يعني بما ان علي عارف ان اخوه عايز يتخلص منه باي طريقة، طب ما تروح تقول له انا هنا موجود عشان خاطر اعرف ويحكي له القصة وخليه يساعدك. تمشي في سيناريو تاني خالص، هيجتمع الاتنين اخوة مع بعض، وممكن يقربوا مع بعض ويحبوا بعض ويبقوا قريبين من بعض. اتمنى السيناريو ده يحصل، هيبقى كويس، يخليه يساعده في ان هو يكشف مين، لان التاني عايز اخوه
عايز علي يمشي من البيت باقرب وقت وباسرع وقت، وفي نفس الوقت علي مستني عشان يعرف مين اللي خطفه واللي عمل فيه كده. يعني اتحدوا مع بعض واعملوا ده. اتمنى ده يكون سيناريو موجود، ده هيخليهم يقربوا من بعض وفي الاخر يتعلقوا ببعض بشكل كبير جدا. هيبقى الموضوع احسن بالنسبه لي شويه يعني من سيناريو العداء اللي ما بينهم ده. بس ده كله عايز اقوله في حلقتنا النهارده، في انتظار الحلقه ما تنزل باذن الله نتكلم عنها باذن الله. يا ريت لو تعمل لايك وشير للحلقه، ولو انت مش مشترك تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقه الجديده لما تنزل. تابعنا على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.